الجهات على الخدمات التي قدمتها لجميع المشاركين. نظير الجهد الجبار والعمل اللي قامت به ديهاد لتجميع جميع الهيئات العاملة في العمل الخيري سواء إماراتية أو دولية أو عربية. كان في تواصل بين هذه الهيئات، وهذه يعني يعتبر كذلك المؤتمر هو شراكات، هو فعلا بحق شراكات. كان في تعارف كبير بين الجمعيات، كل جمعية ماذا تقدم، ماذا تم في من نظير ما تقوم به من أعمال، آخر ما توصل عليه العمل الخيري الإغاثي. كل هذا ولله الحمد تم بجهود مباركة من ديهاد التي نظمت هذا المعرض. سبق الهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية أن شاركت في معرض ديهاد عدة مرات، وكل سنة يكون التطور للأفضل وللأفضل.